بعد الحادث الشنيع الذي أدى إلى وفاة الأخوين شرقي صادق وسليمان في الأسبوع الماضي، أقدم المئات من المواطنين على القيام بمسيرة تضامنية مع عائلة الفقيدين اللذان التحقا برفيق الأعلى على مستوى طريق السيارة الرابط بين بلدية مكودة ومدينة تيزي وزو. suite à l'accident survenu en date du 31/10/2016 nous cède Segui pour marquer un deuil profond à leur mémoire pour que هذا وتعود أسباب الحادثة إلى احتراق سيارة الفقيدين بسبب الإطارات المشتعلة والأحجار الموضوعة من طرف بعض المحتاجين لتصادفهما سيارة أخرى لم تستطع التوقف بنفس السبب. يقان سخدم العقل يقاتي لي ينكسيون رفليشي السود لافريض خمت قبل يوم بريا في نزرعك نخص الجازي كوبي ونسعى لمان ونسعى لكلي نخصر كلي ما أنا وقفات القضاء تحسب لك يا دي مالاد يا ونستان ديابيتيك يا ونسعى رونديفو يا ونسعى فرنسي يا ونسعى حلال ليترونجي خموك الشغلاكي باسكو سينا قالن يا ون 40 اون فريشمون ماري يا ون جات 3 ورويس اكوز دون اكسيون نو ريفليشي اسيدي عاود هاد الدنيا انجا بين ثلاث حالات ما شاء الله انجا مش راضي قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم انجا مش راضي. هذا وتهدف هذه المسيرة إلى توعية المواطن بضرورة التحذر في كيفية الاحتجاج وتفادي غلق الطرقات.